السلام عليكم. وقع ديال ابن السيد حبيب الزيلي الملف المعروف بملف المرأة الحديدية. آخر مستجدة ديال الملف ديال الوالدة ديالي هو أن الأسبوع اللي فات تم ترحيلها إلى سجن العرجات بالرباط. عملية الترحيل اللي طبعا كما عهدنا من مسؤولين ديال أكادير ومن معهم المكلفين بالملف هي عملية مهينة ماسة بالكرامة ماسة بهذاك. داروا الوالدة ديالي المينوط 67 سنة طلعوها في الكار داوها في الكار رغم أنها تستعمل كرسي متحركة سالومبيلونس. هذا الانتقامات والشطط في استعمال السلطة والسادية واحتقار حقوق الإنسان وحقوق المرأة كما عهدنا في المسؤولين ديال بعض المسؤولين ديال أكادير ومن معهم لكي يتستروا عليهم. غير ذلك الجلسة ديال الوالدة ديالي مبرمجة هذا الأسبوع نهار 9 في محكمة الاستئناف بالرباط. نحن كلنا ثقة في المؤسسات ومؤسسات العدالة. الحمد لله اليوم الملف ديال الوالدة ديالي مشى للمدينة ديال الرباط، مشى حدا القصر الملكي ومشى حدا المسؤولين والمؤسسات والمسؤولين اللي كنا كنراسلوهم. وباش نذكر بان محكمه النقد نقضت الوالده الملف ديال الوالده ديالي، وهي المحكمه الوحيده اللي كانت عطاتنا الحق ديالنا فيما مجموعه تقريبا 3 سنوات ديال المحاكم ديال الاعتقال الاحتياطي التعسفي لا انساني لا حقوقي لا قانوني. عدت الوالده ديالي تعتقلت لان تعطات الرشوه بهذا المصطلح، الوالده ديالي تعتقلت لان كاين الظلم كاين الفساد، الوالده ديالي تعتقلت في صناعه ملف مفبرك سواء من طرف بعض عناصر الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه بالدار البيضاء او جهات قضائيه ومن معهم. وباش ناكد لكم الهضره ديالي نعطيكم دابا غير واحد المثال صغير باش تعرفوا الهول ديال اش داروا الوالده ديالي. هذه اللي كتشوفوا الشكايه اللي تعتقلت بها الوالده ديالي وكنتابع بها انا والاخوه ديالي كاملين. ودابا حتى جده وجدي يعني عائله كامله تقريبا من 11 فرد ولينا نعيش الاضطهاد مباشر من طرف بعض المسؤولين بعض المؤسسات الذين هم بعيدون كل البعد عن تمثيل ذوك المؤسسات بالنسبه لنا، وانهم لا يعدون سوى مجرد موظفين عموميين. هاد الشكايه اللي غنوريكم هما المراجع ديالها او الكاشي ديال النيابه العامه. الكاشي المرجع ديالها 2019 سنه 2019 31/01 127 12718 هاي المراجع ديالها. غنمشيو للصفحه تحطات هذه في النيابه العامه نهار 13/6/2019 تحركت هذه الشكايه مشات للفرقه الوطنيه 7 ايام تقريبا 8 ايام من بعد يعني بسرعه قياسيه. المغرب المملكه المغربيه الشريفه ما فيهاش حتى شي قضايا ديال الفساد الا القضايا ديال الوالده ديالي تحركت في ظرف 8 ايام من طرف المحامي طبيح اللي كينوب على الاداره العامه للامن الوطني وعنده علاقات مع بعض المسؤولين كبار في الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه اللي هما موضوع الشكايه ديال تكوين عصابه اجراميه وتزوير لاخره. نقرا عليكم صفحه 9، هذه صفحه 9 من الشكايه ديال طبيح. هذه الشكايه كتحمل غير الاسم ديال طبيح، انا نشرح لكم بعد علاش. كنعطيكم مثلا العقار موضوع الرسم، هذا الشق المتعلق بجرد العقارات ديالنا. نعطيكم العقار موضوع الرسم العقاري كذا كذا، هو عباره عن شقه مساحتها كذا، حدد ثمنها في 1,400,000 درهم، تم نقل ملكيتها لامير مزوق والمزوق اشرف ابناء السيده حبيبه زيلي، طيه وصوره من العقد ومع شهاده المحافظه العقاريه الوثيقه رقم 2، تيبداو بالوثيقه رقم 2. غنمشي لكم اي عقار، عقار موضوع الرسم العقاري 136/496/09 نقل ملكيته الى امل مزوق بن حبيبه الزيلي. والعقار موضوع الرسم العقاري كذا هو موضوع شقه مساحته 62 متر كاري وموقف سيارات حدد ثمنها 787,000 درهم ونقل ملكيته الى حبيبه الزيلي. ياك غنمشيو لمحضر الجرد المنجز من طرف عناصر الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه بالدار البيضاء.
هذا هو المحضر، هو الكاتشي ديال المصلحه ديال الفرقه الوطنيه. هذا الدار بواحد يوليوز لسنه 2019 على الساعه 10 صباحا. هذا المحضر، هذا المحضر ديال جرد الوثائق باش نشرح للمشاهدين بانه ملي كدير شكايه كتمشي كتاكد الشكايه ديالك وكتجيب لهم دوك المرافقات اللي ضمنتي في الشكايه على اساس ان الشكايه مبنيه على مجموعه ديال الوثائق. هذا المحضر دار في الاطار الزمني ديال دار اول محضر تاكيد الشكايه من الممثل القانوني ديال الشركات بتاريخ 21/6 نفس الشهر على الساعه 10 صباحا نفس الساعه مع 10 الصباح. المحضر الثاني دار على نهار 25/2019 على 10 صباحا. نهار المحضر الثالث دار المشتكي اللي جابوا امي وكتبوا لي المحضر ديالو على نهار 26 يوليو 2019 على 10 ديال الصباح، كلشي ما عندهم على 10 الصباح. ونهار واخر محضر دار الممثل القانوني دار لي نهار 27/1/2019 على الساعه 10 صباحا. وهذا المحضر قال لهم انا راه كندلي لكم جميع المرافقات ديال الشكايه كما جاء جردها بالشكايه. المحضر فيه صفحه واحده ما فيهش الجرد، وداروا هذا المحضر واحد سبعه ديال جرد الوثائق، وتحطات الجرد ديال الوثائق بواحد الطريقه طبق الاصل، نسخه طبق الاصل. الفرقه الوطنيه كتكتب داك الشيء اللي كتب لهم طبيح، ولكن لا شك بان طبيح هو اللي كتب الشكايه بان الشكايه تقاد في جهه اخرى. غنشرح لكم علاش من بعد، علاش ماشي طبيح هو اللي كتب الشكايه، لان طبيح هادو محاضر الجلسات الرسميه انا وانا كان هما لي كاشي ديالهم. عندك المحاضر ديال الجلسه ديال 2021 10 شهر 10 5، وعندك الجلسه ديال 2021 شهر 11 9. طبيح في محاضر الجلسات هي محاضر رسميه كيتسجل عليه اي كلمه كيقولها في المحكمه، وبالتالي فانه في المحكمه انا كنت حاضر، والكلمات اللي كيقول كيدلوا بانه لا ما فقه والو في الشكايه اللي كيقول بانه هو كاتبها، ما عارف لا عقود توثيقيه لا والو، يعني هذه الشكايه شي واحد كتبها، يعني شكون اللي كتبها؟ واش هما الفرقه الوطنيه نيت هما اللي كتبوها ليهم؟ علاش كنقول انا الفرقه الوطنيه اللي كتبت؟ لان المحضر السي انا كنتوجه دابا للسيد رئيس النيابه العامه في صفته والسيد الحموشي في صفته الامنيه كرئيس اداري مباشر للعناصر الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه بالدار البيضاء، السيد دخيسي كرئيس المركزي للشرطه القضائيه بالمغرب. نقول لهم اودي بان هذا المحضر اللي دار السيد الحموشي والسيد دخيسي والسيد رئيس النيابه العامه اللي انتم الضابط القضائيه كانت تحت الامره ديالكم في اطار الفصل 128 من دستور المملكه بانكم الرؤساء المباشرين، راه نقلوا حرفيا حرفيا بالاخطاء بالاخطاء جرد الوثائق ديالنا اللي هما جرد العقود التوثيقيه اللي هما مزورين بالاخطاء، لدرجه انني غادي نعطيكم واحد المثال اللي هو حي ديال الخطا ديال اللي داروا. انهم كواحد المحل انا عندي ديال المزوق عادي اللي الثمن ديالو نورمالمون كذا 40 مليون، ها هو بلاتي نقرا عليكم، نقرا عليكم هذا سمحوا لي، هو اجلي بوانتي هنايا، هو جا في الشكايه ديال طبيح، هي جا في الشكايه ديال طبيح بان داروا فيها 4,432,000 درهم، الرسم العقاري 136,408 على 09، هو عباره عن محل تجاري حدود ثمنه في العقد ب 4 مليون، هذا 4,432,000 درهم، وحرر الموثق عقد نقل ملكيته الى السيد المزوق عادل، انا اللي مزوق عادل ياك. هذا المحل كيدير 440 كذا 40 مليون 43 مليون، هما داروا 4 مليون زادوا واحد 100 واحد شي 300 مليون شي 300 وكذا المليون. الوثيقه رقم 25 غنمشي لكم هنا، الوثيقه رقم 25 ها هي رقم 24 ها هي رقم 25، هذا في محضر الجرد. العقار موضوع رسم العقاري 136,408 على 09، هو محل تجاري عباره عن محل تجاري حدود ثمنه في 4,432,000، كينقلوا الاخطاء حرفيا ديال الشكايه ديال طبيح. الفرقه الوطنيه كتكتب لطبيح ولا الفرقه الوطنيه ولا طبيح كيكتب للفرقه الوطنيه تماما. غنمشي معكم للشق المتعلق بجرد الشيكات. دابا تصوروا معايا هذا المحضر الدار المسؤولين في اطار جرد الوثائق اللي دلا بهم، يعني متجرد، هذا المحضر خاص يكون متجرد، حنا غير كنشدوا الورق وكنحسبوهم.
غنقرا لكم اي وثيقه كما بغيتوا، لان كلشي كوبي كولي، يعني قاموا بعمليه استنساخ كامله. تيقولوا مثلا، نجي لكم هنا، انا هذا المحضر ديال الضابطه القضائيه، غنمشي من المحضر للشكايه ومن الشكايه للمحضر. الشيك عدد 309000 لا 30 98 256، هذا الرقم التسلسلي بمبلغ 35000 درهم استفادت منه حبيبه زيلي، بينما زورت في محاسبه الشركه وسجلته كانه يحول لفائده شركه فيتال فير، وثيقه رقم 59. هذا محضر الجرد، يعني متجرد، غير كيحسب الاوراق تيقول لك مزوره، باش عرفتي مزوره انت باقي ما تصنطي لا الوالده ديالي لا المحاسبين لا الشهود لا والو، باقي يلاه تاكدت الشكايه، يلاه جا عندكم السيد قال لكم حطكم الشكايه، باقي ما تصنطوا حتى واحد، كتقول انتم في محضر الضابط القضائي الفرقه الوطنيه راه مزور، زورت، ها هو زورت. نقرا لكم شي وحده، ها هو الوثيقه 56، نمشي لهنا الوثيقه 56، ها هو وثيقة 56، شيك 30 97 518 35000 درهم، تا هو نيت استفادت منه حبيبة زيلي، بينما زورت في حساب الشركة وسجلته، هذه الشكاية. هذا محضر الضابط جميع حرفيا، حتى الأخطاء اللي داروا لغويا داروهم هنا، داروهم هنا وداروهم هنا، يعني الفرقة الوطنية هي اللي كتكشف ليه، لانه بزاف بان طابح يكتب، لان امبوسيبل هما محاضر الضابط القضائي، محاضر الجلسات الرسميه اللي طعن فيها الا بالزور، السيد ما عندوش امكانيات بعدا كاينه المهنيه باش غادي يكتب هذا الشيء، اولا لانه في وسط الجلسه كيسول، الحاجه الوحيده اللي كيقول في الجلسه ما توريهمش الوراق، وما كيبغي كاع يقرا النصوص القانونيه، راه كيقراهم مسكين غير من كتيب، من قانون الجنائي ولا قانون المسطره الجنائيه كيهزو باش يقراه، ومن ولا قراهم كيقراهم وعدني كيبطرهم، كيقرا الفقره الثانيه وما يقراش الاولى ولا اخره، هذا هو السيستم ديالو. هذا راه غير مثال صغير على الطريقه باش تحرف الملف ديال الوالده ديالي، وباش تباع وتشرات النتيجه ديال البحث التمهيدي. الوالده ديالي تعطاو الفلوس وتعطاو الرشوه، وهذا غير هذا المحضر بوحده، هذا المحضر بوحده هذا فيه الهول ديال المصائب ديال هذاك، فيه هذا اكبر الاعيان ديال البلاد ديال المغرب، الفواتير ديالهم مزوره بالكاشيات ديالهم بلي مونطون، اكبر ريزو ديال 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 صناعه الفواتير، وانا هادشي كتبته للسيد المدير العام ديال الضرائب، كتبته للديوان الملكي، اكبر ريزو تستروا عليه عناصر ديال الفرقه، بعض عناصر الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بالدار البيضاء، وصنعوا ملف ادانه جاهز للوالده ديالي، وكيقلبوا على السبه لحد اليوم بانهم يخلقوا لنا ملف، وبقى لهم غير الارهاب، درنا اغلاق الحدود، درنا تبييض اموال، جميع انواع التجاوزات دارهم لنا هما والنيابه العامه. وحنا اليوم راه حنا كنعاود ناكد باننا الثقه ديالنا راسخه في المؤسسات، الحمد لله الثقه ديالنا راسخه في العداله، حنا هاد الاشخاص لا يعنونا ولا يمثلوننا بالنسبه لنا سوى موظفين فاسدين، كما ذكرهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده في الخطابات المولويه الساميه ديالو. حنا اليوم الحمد لله الملف ديال الوالده ديالي راه مشربط، مشى حدا القصر الملكي، مشى حدا المسؤولين، اي حاجه تقالت اي حاجه ستؤخذ الف مره بعين الاعتبار، وعندنا مفاجات وما ادراك ما مفاجات، وكنطالبوا من السيد رئيس النيابه العامه يطبق القانون كما يلزمه بذلك الدستور الفصل 110، يطبق القانون، راه ما بغاش يطبق معنا القانون في الشكايات ديالنا، ما بغاش يطبق القانون في هذا الشيء ديالنا، كنطلبوا من السيد الحموشي والسيد الدخيسي بانهم يطبقوا تما معنا القانون الاداري، لانهم هذاك وحنا كلنا ثقه فيهم، كلنا ثقه في القرارات ديالهم، هذا الشيء اللي كتشوفوا لا يعكس غير واحد 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 الا 1% ديال الهول ديال التجاوزات اللي عندنا معرفه بها. واخيرا وقبل كل شيء كنتوجهوا لحكماء هذا الوطن وحكماء المملكه المغربيه الشريفه باش يوضعوا الحد لهذه الانتهاكات والتجاوزات، راه ولينا حنا اليوم كيحسونا شي وحدين باننا راه ما عايشينش تحت ظل الحكم الملك محمد السادس والمملكه المغربيه الشريفه، ولينا حنا عايشين تحت ظل الحكم ديال اصحاب الشكاره، اصحاب المازوت، اصحاب ضرب عمر، الشركاء ديال اخ النوش، الفاسدين، المتهربين الضريبيين، مزورين، هما اللي كيصنعوا بحال هذه الملفات. ما الملفات، وهذا الملف راه فيه كما قلت لكم الهول ديال الهول ديال الهول ديال المعطيات اللي غادي نخرجوها فيغيا ميزور، وحنا مستعدين لجميع الاحتمالات، والثقه ديالنا كما نعاود نقول راسخه في دوله المؤسسات، حنا نؤمن بالمؤسسات ولا نؤمن بالاشخاص، وشكرا جزيلا.